الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحية طيبة مباركة لكل من يتابع هذا التسجيل وهذا المقطع، وهو كما سميته بوقفات، وقفات مع التاريخ الأندلسي بمناسبة ذكرى سقوط الأندلس أو سقوط غرناطة. الكل يعلم والكل قد درس أن التاريخ الأندلسي يعتبر محطة مهمة في التاريخ الإنساني، بصفة عامة، وفي التاريخ الإسلامي بصفة خاصة. تعلمون أن دخول المسلمين للأندلس كان في سنة 92 هجرية، وآخر وجود للمسلمين بالمعنى السياسي، لا أقول بالمعنى الوجود اللي هو الديموغرافي، أتكلم عن الوجود السياسي بمعنى سيادة المسلمين ووجودهم على أرض الأندلس، كان السقوط أو كانت النهاية في سنة 897 هجرية، 1492، 1492، حيا الله الجميع. هي تعتبر 8 قرون من الحضور الإسلامي، الحضور السياسي للمسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية. لن أتوقف معكم فيما يتعلق بتفاصيل الفتح، وأيضا فيما يتعلق بأسباب السقوط، ولكن سأحاول قدر المستطاع أن أذكر بعض النقاط وبعض الخواطر، وربما أحاول جاهدا أن أصحح بعض المفاهيم المغلوطة التي هي عند كثير من المتتبعين والقارئين والمهتمين. في اعتقادي أن وجود المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية يعتبر نقطة فارقة ومرحلة زمنية فارقة لها ما لها من تأثير على الكثير من المستويات والأصعدة. وأعتقد أن هذا الحضور وهذا الوجود لا زالت آثاره ماثلة قائمة في كثير من المستويات كما قلت والأصعدة. من الأمور التي يثيرها ويشغب بها بعض الناس سواء بحسن نية أو بسوء مقصد، حينما يقرنون ويقيسون دخول المسلمين لشبه الجزيرة الإيبيرية، يقيسون ذلك ويشبهونه بما وقع أو يقع في الكثير من البلدان من الغزو والسلب والنهب والاحتلال والغصب. لذلك الوقفة الأولى التي أحب تبسيطها وشرحها وإيضاحها
أنه لا يمكن أبدا أن تفهم تاريخ الناس والأحداث التاريخية، لا يمكن أبدا أن تفهمها وتستوعبها بعيدا عن وعي الناس آنذاك وطرائق تفكيرهم ومخيالهم وأنماط عيشهم، بمعنى من الظلم والحيف أن تحاكم القوانين القديمة. أتكلم هنا عن قوانين حركة التاريخ، قواعد حركة الإنسان في التاريخ أو حركة المجموعات البشرية، لا يمكن أبدا أن تفهمها أو أن تعالجها وتنتقدها انطلاقا مما وصل إليه الإنسان الآن في هذا الزمان، بل أعتقد أنه لا يمكن فعل ذلك الآن. الآن مع الأحداث التي وقعت منذ 10، 20، 25 سنة ستكون ظالما، لأن الزمان له سياقه وله ضروراته وله كذلك القواعد التي اتفق عليها الناس. ما يمكنش ولا يمكن أن تفهم منطق الدول التوسعية والمجموعات البشرية التي تعيش على التوسع وتعيش على الامتداد، وتجد قوتها في التوسع وتجد قوتها في بسط النفوذ. لا يمكن أن تفهم قانون تلك المجموعات وقانون تلك العقلية بعقلية ومنطق الدولة المدنية الخاضعة للقانون الدولي والتي يحكمها دستور وتحكمها قواعد وتحكمها ما يتعلق بحفظ الجوار. لكل زمن رجاله ولكل زمن كذلك أعتقد منطقه، وعليه فالمفهوم المغلوط والتشغيب الذي يقع أن تحاسب الناس آنذاك بمنطق زمننا هذا. ودائما كنت أكرر هذه العبارة وأكرر دائما هذا المفهوم، آنذاك إن لم تغزو تغزى، وإن لم تتوسع يتوسع على حسابك، وإن لم تتسلطن وتتقوى فاعلم أنك ستكون فريسة سهلة، ولن تكون إلا ضحية من ضحايا الدول الأخرى القوية المجاورة التي تعيش بمنطق التوسع وبمنطق الغزو وبمنطق ماذا؟ يعني الاستيلاء. والغريب أن بعض أبناء جلدتنا إذا تعلق الأمر بتاريخ أجداده حسبه حسابا عسيرا وحسابا شديدا، يقول لك سيدي هؤلاء دخلوا على أناس وفعلوا وكذا. وإذا تعلق الأمر بتاريخ الحضارات الأقدم، الحضارات اللي هي تعتبر أقدم من خلال المعيار الزمني من الحضارة الإسلامية، لما نتكلموا على الرومان نتكلموا على الإغريق ونتكلموا على الفرس، كنتكلموا على حضارات اللي أسهمت في بناء الإنسان وحضارات استطاعت أن تترك تاريخا وتترك أمجادا وتترك إرثا حضاريا. هنا يتجاوزون ولا ينتبهون لهذا التناقض ولهذا الكيل بالمكاييل. زين، هنا في أوروبا تجد اهتمام كبير جدا بتاريخ الأقدمين، بل يعتقدون انتسابهم وتجذر الحضارة الرومانية عفوا تجذر الحضارة الرومانية والإغريقية وآثارها في المنطق الأوروبي، وكيقلبوا على أي وسيلة ليبرهنوا بها على هذا الأمر، بمعنى الآثار نتاع الوجود الروماني، بمعنى أن هذه النهضة الأوروبية والتقدم الغربي إنما هو نتيجة من نتائج العودة إلى الأصول، الأصول نتاع المنطق ديال الرجل الأبيض اللي هو الحضارة الرومانية والحضارة الإغريقية، علما أنها حضارة متوسطية وهي أقرب من حيث
الدم، من حيث الجينات، من حيث طريقة التفكير والعقلية، أقرب للجنوب منه إلى الشمال وإلى الغرب. فبالتالي أن تقول الإسبان إنما استعادوا بلدهم الذي أخذه المسلمون غصبا وغزوا واحتلالا، هذه جملة مضحكة تدل على جهل بالتاريخ. من هم الذين كانوا شبه الجزيرة الإيبيرية عند دخول المسلمين؟ هل كانوا هم السكان الأصليين لشبه الجزيرة الإيبيرية؟ أراه ستقع في ما يسمى بالدور والتسلسل. بمعنى كلما تحدثت عن بلد إلا ووجدت أن هؤلاء الذين يمثلون ساكنته إنما هم طارئون، كانت قبلهم شعوب أخرى. فلما جاء المسلمون وجدوا ما يسمون بالقوط، لي فيزيغوت، القوط الغربيون الذين ينحدرون من القبائل الجرمانية البربرية من شمال أوروبا. قبلهم كان الويندال، قبلهم كان يعني المهم كانوا البيزنطيين، وكانوا مجموعة من الحضارات التي تعاقبت، وكانوا كذلك كانت الدولة القرطاجية كانت لها وكان لها نفوذ كما يخفى عليكم في شبه الجزيرة الإيبيرية. راه هانيبال حنبل راه من إسبانيا بالمناسبة، هو قرطاجي لكنه نشأ وعاش في إسبانيا في شبه الجزيرة الإيبيرية. كان المذهب الأريوسي هو السائد في إسبانيا في شبه الجزيرة الإيبيرية. بالمناسبة الإسبان أو إسبانيا مملكة الأرانب أو دولة الأرانب، هذا من حيث الأصول تاع كلمة إسبانيا أي دولة الأرانب، كانت معروفة بالأرانب. أما الأندلس كما لا يخفى عليكم أصلها فاندلوزيا، فاندلوزيا اللي جات واستمدت من قبائل الفاندال اللي كانوا معروفين بالقوة وبالشدة ولهذا يقولوا فانداليزم، فانداليزي فيها معنى التوحش وفيها معنى الإيذاء والتدمير. مزيان، علاش كان علاش دخلنا في هذا الموضوع؟ فبالتالي تقول لي أنت جئت وأخذت أرضا ليست لك، هذا المنطق ما كانش ديك الساعة، ترى لم يكن هذا هو منطق الناس آنذاك. فلا تحاكمهم لقواعدهم لم يكونوا يؤمنوا بها، بحيث هذوك اللي كانوا بين قوسين عايشين في شبه الجزيرة الإيبيرية لو توفرت لهم الظروف وتوفرت لهم الوسائل لفعلوا مثل ما فعل بهم. غير هنا كاين الفرق، كاين الفرق هنا. عموما أغلب الغزوات وأغلب التحركات البشرية العسكرية اللي كانت في التاريخ قديما وحديثا كانت غالبا الغرض منها هو التدمير والنهب والسلب، وكثير منها لم يكن الغرض هو الاستيطان. القوط أنفسهم لما كانوا عايشين في الجزيرة الإيبيرية أغلبهم كانوا عبيد، كانوا أرقاء، وكان تسلط كبير نتاع الإقطاعيين، كان تسلط كبير نتاع الجيش، كان تسلط كبير للسلطة الحاكمة الغاشمة. كانت انقلابا، كان الناس يبحثون عن الخلاص، بمعنى لا يفرق عندهم ما يفرق كما تيقولوا بالمشرقية، لا فرق عندهم بين الناس المتسلطين، ما دام هم أرقاء. أنت عبد تنتقل من سيد إلى سيد. ولكن الذي سيقع أن هؤلاء الجدد، هؤلاء الضيوف الجدد الذين جاءوا لإسبانيا، جاءوا أغلبهم كانوا من الأمازيغ، ثم التحقت بهم الجيوش العربية التي فيها عدد كبير من القبائل اليمنية. كان هذا المزيج وهذا الخليط الذين استطاعوا أن يهزموا الجيش القوطي، واستطاعوا أن يصلوا إلى أعماق فرنسا، إلى جنوب شرق فرنسا، البيريني الشرقية، إلى غاية مدينة كركسون، مدينة تولوز، ثم بعد ذلك وصلوا حتى إلى حدود إيطاليا كما لا يخفى عليكم، وصلوا إلى شرق ليون، وصلوا إلى منطقة بواتي،
هنا هذا التوسع في داخل التراب الفرنسي كان في إبان ما يسمى بعهد الولاة، إبان عهد الولاة، لأن كاين مرحلة الفتح الإسلامي للأندلس إلى غاية أربونا، لكن استمر التوسع في فرنسا في المرحلة الثانية من مرحلة التاريخ الأندلسي، لأن مرحلة التاريخ الأندلسي عبارة عن مجموعة من المحطات التاريخية. مرحلة الفتح، مرحلة عهد الولاة تنقسم إلى قسمين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لكل مرحلة خصائصها ومميزاتها وسلبياتها. ثم بعد مرحلة الولاة ستأتي مرحلة الإمارة الأموية على يد عبد الرحمن بن معاوية، عبد الرحمن الداخل، ثم مع عبد الرحمن الناصر وهو من نسل بن معاوية ستبدأ مرحلة الخلافة الأموية. ثم في بعد وفاة الحكم ستأتي مرحلة الدولة العامرية، اللي كانت دولة داخل دولة. ثم بعد مرحلة الدولة العامرية ستأتي مرحلة ملوك الطوائف. بعد مرحلة ملوك الطوائف وبمعركة الزلقاء وتدخل المرابطين، مرحلة التواجد أو الوجود المرابطي بالأندلس، الفترة المرابطية الأندلسية. ثم بعد ذلك، بعد سقوط الدولة المرابطية ومجيء الموحدين، فترة السيطرة الموحدية على الأندلس. ثم بعد ذلك، بعد سقوط أغلب الممالك الأندلسية، ستأتي الدولة المارينية في المغرب، وهنا غتشوفوا الوجود المغربي والدعم المغربي للأندلس إلى آخر اللحظات كما يقال. الشاهد، ستنشأ مملكة بني الأحمر أو مملكة بني نصر. كانت محاولات المارينيين لدفع ورد ما يسمى بالحروب، حروب الاستدارة ريكونكيستا، لكن بعد سيطرة واحتلال القشتاليين للجزيرة الخضراء سوف يتم إيقاف الدعم المغربي إلى غاية 1492، اللي هي سنة السقوط. رجع إلى الوراء ونتحدث عن الفرق الذي كان ما بين الوجود نتاع جميع الشعوب، كنتكلم هنا الوجود العسكري في دول مجاورة أو غير مجاورة، وما أحدثه دخول المسلمين للأندلس. استطاع المسلمون في الأندلس أن يخلقوا وينشئوا منطقا ونمط حياة لم تعرفه البشرية آنذاك. واش تخيل معايا في ذاك العمق التاريخي، سنة 700 وشي حاجة و80، شي حاجة 700، كيدار مؤتمر نتاع النصارى في إشبيلية في دولة مسلمة تحت السيطرة وتحت الحكم الإسلامي. تخيل معي أن يكون الحق للأساقفة ولرجال الدين وللنصارى أن يتحاكموا إلى شرائعهم وإلى أديانهم. قارنوا بين هذا في ذاك العمق التاريخي وبين ما أحدثه القشتاليون والإسبان بعد السقوط، مع من تنصروا الذين تنصروا لم تكن يعني السلطة الحاكمة تثق فيهم، فكانوا يسمون بالمسيحيين من الدرجة الثانية، كانوا يتسمون بالموريسكوس. وقرار طرد الكبير خير دليل، والمحاكم التفتيش خير دليل. يعني خصنا نكون منصفين عندما نقوم بالمقارنة. قارنوا بين ما أحدثته أمريكا في 2003 إلى غاية هذا الوقت، من إرهاب ومن تدمير ومن حرب أهلية طائفية في العراق، وما قام به المسلمون لما دخلوا إلى تلك البلاد. يعني مقارنة بسيطة جدا، ستجد أن ما يسمى عند بعض الزعانف من المتمعيشين من شذاذ الفكر وضعفاء الانتماء، تتلقى وتجد أنه المقارنة هنا ظالمة. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إن قلت أن السيف هو أمضى من العصا؟ السيف أمضى من العصا. تجد نسبة كبيرة جدا من هنا غتخلق لنا واحد غتخلق لنا واحد واحد الحياة جديدة مختلفة في مخلطة،
ثقافة إيبيرية من أصول رومانية قوطية أمازيغية عربية رومانية. هذا الخليط بالإضافة إلى طبيعة البلد وجمال البلد وروعة البلد وتشابهها عموما، قاعد تقريبا الحوض المتوسطي كاين واحد نوع من ماذا من التشابه، كاين واحد نوع من ماذا من التشابه. فبالتالي باش تقول لي أن هؤلاء استرجعوا أرضهم وبلادهم، لا تتكلم بحيلة هما هذيك بلادهم بحكم التقادم، كأن أولئك الذين جاءوا بعد 800 سنة هم الذين كانوا منذ 800 سنة. طيب لماذا الكاثوليك هم من استردوا الأندلس مع أن الذين كانوا قبلهم أغلبهم يتدينون بالأريوسية؟ من الذين طردوا؟ أغلب الذين طردوا كثير منهم كيحملوا دماء إسبانية، وإسبانيا أصلا علاش كتلقى في شمال المغرب وفي شمال الجزائر وفي تونس العائلة الأندلسية عيون زرق، سحنة بيضاء شقراء، شعر أصفر أشقر. هتقول لي هذا أمازيغي، هتقول لي هذا عربي، هذا من أصول أوروبية إسبانية. إذا القضية ليست قضية عرق، إنما قضية ماذا؟ قضية حيث مسلم. أوكي، إذا سقوط غرناطة في الحقيقة هو سقوط الأقنعة التي كانت تخفي حقيقة الأنظمة العسكرية الاستبدادية التي كانت تستقوي بالقوة أكثر من استقوائها بالحضارة وبالتمدن. المسلمين رغم ضعفهم آنذاك، رغم تفرقهم آنذاك، كانوا يتقنون فن الحياة، كانوا في آخر رمق عند آخر لحظاتهم في الأندلس. امتى تبنت قصور الحمراء، قصر الحمراء اللي في غرناطة؟ راه ما تبنى شيء في عهد الأمويين، لم يبنى في عهد عبد الرحمن الناصر، ولا في عهد الدولة العامرية، ولا حتى في عهد الدولة المرابطية أو الموحدية. تبنى في عهد دولنا النصرية، بني الأحمر. كنت تكلم على آخر رمق، كانوا يتقنون فن الحياة في الوقت اللي كانت الملكة إيزابيلا التي أسقطت الأندلس بعد زواجها من ملك أراغون فيرديناند. لم تغتسل كما ذكر كثير من المؤرخين، لم تغتسل في حياتها إلا 3 مرات، المرة الأولى حين ولدت، المرة الثانية بعدما تزوجت، والمرة الثالثة عندما ماتت. فقال قائلهم وفي الحقيقة هي اغتسلت مرة واحدة، لأن اغتسالها وهي صغيرة لم يكن بيدها، واغتسالها بعد وفاتها لم يكن بيدها، إذا اغتسلت مرة واحدة. وكانوا ينظرون للرب بعدم التطهر ويعتبرون ذلك من أقدس العبادات. في الوقت اللي لقاو في قرطبة، وكانت في قرطبة في ذاك الزمن المئات من الحمامات، المئة يعني شبكة ري متطورة، هذا كله في الأندلس. ما زال في الكثير من القرى والمدن الأندلسية يحتفظون بطرق الري والسقي القديمة الأندلسية. مكتبة حدث ولا حرج، الجامعة حدث ولا حرج، كان العلم متاحا للجميع، كانت المعرفة متاحة للجميع. بل حتى من أسس النهضة الغربية الاعتماد على أفكار وفلسفة ابن رشد، هذا الفقيه، فقيه فقيه فقيه، طبيب فيلسوف أندلسي، ترك كتابات وترك أفكارا. لا ننكر أنها حوربت أيضا من بعض المسلمين، ولكن أراها تعتبر هذا واحد سبق في الحضارة الإسلامية مقارنة بغيرها من الحضارات. أنا ضد معالجة سقوط غرناطة بالطريقة الرومانسية، بالطريقة الدرامية، من باب البكاء والتحسر وربط، وهذه النقطة الأخيرة التي أختم بها، أن نربط سقوط الأندلس بما يقع من الناس من ممارسات وأفعال متعلقة بطريقة تدينهم وتعبدهم. الله عز وجل عنده سنن سبحانه وتعالى لا علاقة لها بتدينك، ولا علاقة لها بطريقة عيشك، ما لم ما لم ما لم لم
تقع في نقدر نقول المحظورات الكبرى، ما لم يقع الاستبداد والتفرق والتشرذم. أما الذنوب التي قد تقع من الناس كشرب الخمر وارتكاب المعاصي، أراه في ظل الحكم المولى الحكم، أراه كان في الموسيقى وكان الرقص، أراه زريب كان في عهد المولى عبد الرحمن الأوسط، طيب، وكانت في عهده الرقي نتاع الدولة الأندلسية، لا حكا حيث كانت تسمع الموسيقى لا أسقط الأندلس. هذا ربط غير منطقي وغير غير حتى شرعي، شرعا لا نربط ذنوب الأفراد ومعاصي الناس بما يقع من أحداث سياسية وتغيرات سياسية. زين، سبب سقوط الأندلس كنتكلم على الأسباب الدنيوية والأسباب الموضوعية والأسباب اللي نقدر نقولوا هي ملموسة، هو التشتت والتشرذم والتفرق، بالإضافة إلى الضعف الذي بدأ يسري في دول شمال إفريقيا في المغرب، وبالإضافة إلى قيام القومية الإسبانية في ظل حروب الاسترداد. عموما التاريخ يكتبه الأقوياء، الكلام في ذلك يطول، أكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.